انا عارفه انه مفيش اسهل من الكلام، عشان بس نبقى ايه يعني تبقوا عارفين ان انا حاسه بيكم. يعني مفيش اسهل من الكلام وفكره يا حبيبي انت عملت اللي عليك، يا حبيبتي انت ما قصرتيش، مش عارفه ايه ايه ايه. لكن انا عارفه يعني ايه طالب يبقى مذاكر وخايف. يعني اللي مش مذاكر وخايف ما لازم يخاف، ولا ده يبقى مقطع البطاقه بقى. لكن يبقى مذاكر وخايف، ده اللي انا ببقى عايزه اطمنه. وانا هطمنه النهارده من خلال ضيفي دكتور تامر شوقي. اهلا بحضرتك معانا دكتور. اهلا بيك يا استاذ عزيزه، واهلا بكل الساده المشاهدين. كلام سهل ان احنا نقول له ايه يا ابني انت مذاكر ان شاء الله. يعني مهم ان الواحد يبقى لطيف ويمتص الغضب والتوتر وكله. لكن ورق الامتحان برضو يا دكتور تامر بيبقى محير. ايه اكتر حاجه بتحير في الاجابه في ورقه الامتحان؟ طيب في البدايه عايز اركز على نقطه معينه، هي حته الخوف. الخوف دوت لازم يكون موجود لدى الطالب، واحنا لو قعدنا نتكلم من هنا للسنه الجايه للطالب اللي انت ما تخافش، لا هيخاف. الخوف ده يا فندم ده لو ما خافش نقلق. بالظبط كده. الخوف ده يا فندم مسمى بتاعه عندنا في علم النفس اسمه الدافعيه. طول ما زي بنزين عربيه، ينفع عربيه تمشي من غير بنزين؟ لا. الطالب لو ما عندوش قلق او خوف من الامتحانات، تعرف ان الطالب دوت في علامه استفهام عليه. طيب دايما الطالب اللي بيذاكر هو اللي خايف. خايف من ايه؟ خايف لو يضيع مجهوده، خايف لما يحققش النجاح زي كل سنه، فده بيبقى مصادر للخوف والقلق لدى الطالب. بس احنا دايما بنقول اصول القلق يبقى في مستوى معتدل او متوسط. ليه؟ القلق لو زاد عن حده بينقلب ضده، ايه اللي هيحصل؟ لو زاد عن حده لدرجه تبقى عامل ازاي؟ يعني انه هنا يا فندم يعني ننبه الطالب اوعى تخاف لهذه الدرجه، اللي هي انهي درجه؟ احنا بننبه لاولياء الامور الاول قبل الطالب، تمام؟ يعني عشان اولياء الامور هتكلم على الطالب طبعا دلوقتي، بس اولياء الامور هم بينقلوا بيصدروا القلق للطالب في النقطه ديت. الطالب امتى يخاف او يحس ان القلق بتاعه ده اثر عليه بشكل سلبي؟ اول حاجه يا فندم لما تلاقيه عنده نقص في التركيز، الا في الانتباه، الا في الثقه بالنفس، نقص في الثقه بالنفس. لما يجي يقرا مش قادر يستوعب المعلومات، بيعرق، قلبه بينبض بشكل غير عادي، فدي كلها علامات على القلق الزائد، فده كله هيأثر بشكل سلبي على أدائه وعلى مذاكرته. طب كل الكلام ده ملوش أي لازمة، أنت لو قعدت من هنا لبكرة بالحالة دي مش هتنجز أي حاجة، إحنا عايزين القلق بتاعنا قلقانين بس بننجز، هو ده المطلوب من الطالب بتاعنا، وما تخافش، خلي عندك ثقة بالنفس. عايزين القلق الإيجابي. بالظبط يا فندم. تمام. لازم الطالب هنا يبقى عنده ثقه بالله. اول حاجه من مصادر الثقه ديت او تكوين الثقه لدى الطالب ان هو يتبع بعض الاشياء. اول حاجه ان هو يفتكر دايما تاريخ نجاحاته السابقه، هو ما وصلش لثالثه ثانوي الا بالنجاح في كل سنه. تاني حاجه يضع في اعتباره ان في كل سنه الاف الطلاب زيه او اقل منه ونجحوا وتفوقوا ودخلوا الجامعه، يعني دي مش اخر الدنيا. ثالث حاجه اللي انا عايز اكد عليها جدا ان الطالب دايما يتكلم مع نفسه حديث ايجابي ذاتي، بمعنى ما اقولش انا ضعيف، انا قاصر، لا انا قوي، انا قادر، انا ان شاء الله هنجح. فهنا بيحفز نفسه بنفسه، دي كلها عوامل بتزود من ثقه الطالب بنفسه ولازم تكون موجوده لدى الطالب. طيب انهي نوع من انواع الاسئله دكتور تامر اللي الطلبه بتتلخبط فيها؟ طيب وهو مذاكر، هل اختياري ولا هل السؤال الاستفهامي؟ يعني قول لي اكتر حاجه بتلخبط الطالب المذاكر. خد بالك انا هنا بتكلم على بيذاكر. طب قولا واحدا هو سؤال الاختيار المتعدد. الاختيار المتعدد. المقالي اسهل من الاختيار المتعدد. الايه؟ المقالي اسهل من الاختيار المتعدد. المقالي اسهل. طيب خلي واضح. بالظبط كده يا فندم. خلي بالك انا اصلا متخصص في التقويم التربوي والامتحانات وكده. طيب هنا امتحان الثانويه العامه يا فندم عباره عن ايه؟ عشان الناس برضه يكونوا فاهمين معانا، عباره عن 85% من الاسئله على الاقل اختيار متعدد في كل المواد. في كل المواد يا فندم يمكن توصل 90% على كل مواد الثانويه العامه، على الاقل 85% من الدرجه او من الاسئله اختيار متعدد. و 15% اسئله مقاليه. تمام. طيب خلي بال حضرتك معنى كده ان احنا بنتكلم اللوكشه الكبيره بالظبط في الدرجات هي الاختياري، الاختيار المتعدد، اسمها الاختيارات المتعدده. اللي هو يديك سؤال وما بين قوسين يقول لك ده ولا ده، اربع اجابات. على اربع اجابات بالظبط يا فندم. طيب هنا ايه مميزات او خصائص اسئله الاختيار المتعدد؟ فيها مجموعه من المميزات. اول حاجه هي ارقى انواع الاسئله الموضوعيه. يعني ايه ارقى؟ في عندي اسئله موضوعيه ليها اشكال كتيره، فيها يا فندم اللي هي تكمله بكلمه،
فيهم مزاوجة اللي أنا بوصل حاجة بحاجة، فيها صح والغلط، أصعبهم أو أرقاهم هي الاختيار المتعدد، دي أول حاجة. تاني حاجة يا فندم، معلش تاني بعد إذنك، هي كذا نوع، كذا نوع الأسئلة الموضوعية، إحنا قاصرين فقط التوصيل، التوصيل بس ده ما بيحصلش في الثانوية العامة. آه أنا بتكلم على الثانوية العامة. الثانوية العامة لا، هنجيب بس اختيار متعدد، اختار إجابة من أربع إجابات، هو ده الموجود فعلا. أنا بصدد الثانوية العامة عشان ما نلخبطش. ماشي يا فندم. فأنت هتدخل ورقة الامتحان هتلاقي كذا اختيار، أربع إجابات. أربع إجابات في كل مواد الثانوية العامة، كل مواد بلا استثناء ما عدا المواد غير المضافة للمجموعة. طبعا اللي هي التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء، دي كلها الرياضيات فيها كله يا فندم، علوم ورياضة وفيزياء كيمياء كله اختار متعدد. أنا على قديمه فأنا ما أعرفش. وأنا على قديمه. يعني إحنا بنتكلم في امتحانات الثانوية العامة 85% منها اختيارات على الأقل، يعني ممكن تزيد بعد كده فعلا. كويس، ما بين أربع إجابات بالظبط يا فندم. وخلي بالك برضه ليه بيلخبط؟ ما جالك بقى في الكلام، من اشكاليات او من مميزات هذه الاسئله ان هي بتغطي جميع اجزاء المنهج. ايامنا زمان لما كان بيجي لنا في الامتحان كان بيجي لنا ست اسئله بس، سته بس، يمكن يجوا في اجزاء من المنهج واجزاء الثانيه ما تغطاش، لكن اسئله اختيار متعدد بتجي في كل جزئيه من المنهج، وده بيفرض ضغوط على الطالب ان هو يذاكر كل جزئيه في المنهج ما يسيبش اي حاجه. طيب هنا يا فندم اسئله اختيار متعدد الاختيارات ديت عارفه اسمها ايه العلمي؟ اسمها مشتتات. مشتتات. ليه بقى مشتتات؟ عشان هي بتشتت الطالب غير المتيقن من الاجابه عن الاجابه السليمه. تمام؟ هو معالي الوزير دايما يعني بيقول يعني معنى كده انه لاول وهله الطالب يتصور ان الاربعه صح. صح، برافو عليك. الاربعه ينفعوا. بالظبط. طيب قول لي بقى، واكيد في ثلاثه غلط. بالظبط. هو اعمل ايه؟ ماشي، هقول لحضرتك كل حاجه دلوقتي. هو معالي الوزير دايما بيأكد على وجود اجابه صح في وسط الاسئله. طبعا اولياء الامور بحكم انها متواصل معاهم دايما دايما بيقول لك لو جه اي امتحان فيه اجابتين شبه بعض يقول لك لا الوزير قال في اجابه صح، ما فعلا في اجابه واحده صح وبقيه الاجابات هي متشابهه لكن واحده منهم صح، ايه المشكله؟ طيب هنا يا فندم في طريقه معينه ان الطالب يجاوب بيها على اسئله اختيار المتعدد ديت. اول حاجه ان الطالب يلقي نظره عامه على الاسئله. تمام؟ انهي اسئله؟ كل الاسئله اختيار متعدد. اصل انت عندك مثلا في مواد العلم والادبي عباره عن 44 سؤال اختيار متعدد وسؤالين بس مقاليين. طب معلش انا برضو يعني محتاجه هدوء شويه. احنا بنتكلم في ورقه اسئله تنصح الطالب مبدئيا انه يقرا كل ورقه الاسئله قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويحل بشكل سريع. يا فندم. ولا يركز في سؤال سؤال وما يقراش باقي الورق دلوقتي؟ لا، هقول لحضرتك حاجه، يبص على ورقه الاسئله، السؤال يقراه بشكل سريع مش بشكل متأني، السؤال ده عارفه يمكن يحط على مصحف جنب رقم السؤال. يقرا الورقه كلها مره واحده؟ ايوه يا فندم. يقرا في الاول خالص. يا فندم. يقراها. اقرا ورقه الاسئله نظره سريعه كده كلها مره واحده. ليه بقى يا فندم؟ عشان هيحدد من خلالها ايه الاسئله السهله وايه الاسئله الصعبه بالنسبه له. تمام. دي اول خطوه، ثاني خطوه هيبدا بيها يا فندم بالاسئله السهله. قولا واحدا ابدا حل اسئلتك السهله. وخلي بال حضرتك انت عارف اجابتها وواثق منها. ويهتم ويركز شويه عليها يا فندم، في بعض الاسئله عليها درجتين وفي اسئله عليها درجه واحده. تمام؟ يهتم ويدي اهتمام زياده، وكل الاسئله يهتم بيها بس يهتم اكتر على الاسئله بتاعت درجتين. تمام؟ طيب هنا يا فندم في بعض الطلاب مستعجلين. يعني لا مش عايز استعجل، خلينا ماشيين مع الطالب واحده واحده كده. كان احنا بنقول له ايه؟ اتفرج على الحلقه دي عشان تعرف تحل كويس. ماشي. في سؤال فيه اربع اختيارات. اكيد في ثلاثة غلط. تمام. هل استبعد الغلط؟ اكيد. وابدا اركز في الاثنين اللي انا شاكك فيهم ولا اعمل ايه؟ صحيح. انا عايزه حضرتك عشان كده. صحيح يا فندم. انا قدامي سؤال وفي اربع اجابات شاكك فيهم، بس انا عارف ان في اجابتين اكيد ان هما مش تبع الايه؟ اجابه صحيحه، استبعدهم بشكل مباشر. تمام؟ بعد كده هتبقى ليا اجابتين. هنا نسبه اختيار اي اجابه منهم هتبقى 50% صح او 50% غلط. فانا مثل هذا السؤال برجعه للاخر. تمام؟ هرجع الورقه كلها لا يا فندم، ما في اسئله ثانيه بتبقى واضحه وسهله بالنسبه للطالب. الاسئله اللي فيها اشكاليات يصبر عليها شويه، خلي بالك الطالب بيتعامل معاه ورقه بابل شيت. لا يفضل ان الطالب يمسح فيها كتير. طيب لا يفضل، بس هو جايز ان هو يمسح فيها، خلي بالك. بس انا بقوله على الطريقه المثاليه. تمام؟ طيب؟ انت ليه السؤال فيه اشكاليه، فيه شك، فيه ثلاث اجابات او اجابتين، ترجعه للاخر، مفيش مشكله.
هنا بقول لحضرتك نقطه بقى الاستعجال كنت بشير لها من شويه، ايه ان الطالب يا فندم عايز يحل على طول ويخلص في اول ساعه. دلوقتي يا فندم الامتحان 180 دقيقه وعندك 46 سؤال، معنى كده ان وضع الاسئله عارف ان كل سؤال هيسترجع على الاقل 3 دقايق ونص، فانت معاك وقتك وحريتك، بلاش الاستعجال، بلاش العدوى النفسيه اللي انت لقيت بعض زمايلك قاموا وتبقى انت عايز تقوم زيهم، عايز تخلص من الضغط النفسي تقوم زيهم، لا، خد وقتك في قراءه السؤال بشكل متمعن، بالذات سؤال اختيار من متعدد، تمام؟ طيب، في حاجه يا استاذ عزه برضك عايز اشير اليها. الطالب احيانا بيجي له كلمه او مصطلح في راس السؤال، تمام؟ المصطلح ده يا فندم يمكن يكون موجود في اكتر من درس. فالطالب هنا بيقع في حيره. ده بيقع في انهي درس؟ الدرس الاول ولا الثاني ولا السابع ولا الثامن؟ هنا ايه اللي بيحدد للطالب السؤال ده بيقع في انهي مكان يا فندم؟ السياق بتاع السؤال. يشوف في كلمات ثانيه داله على ان السؤال ده من الدرس دوت، يبقى انا بركز على الدرس دوت، الدرس الثاني هو كان بيتكلم عنه على النمو الانساني. فهنا الاجابه هتقع في هذا الاطار. الطالب برضك في اسئله اختيار متعدده يا فندم لازم يتأنى زي ما بقول كده، ولازم يبقى عنده يقرا السؤال من اول حرف لاخر حرف. ليه بقى؟ بتفرق في ايه يا دكتور خالد؟ ما هو واحنا عايزين نقول للطلبه بيفرق في ايه؟ يعني التشتيت معناه انه انا الاول وهله اشك ان الاربعه صح. تمام. فابقى مش عارف اختار. تقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اقول له استخدم عملياتك العقليه، استخدم شواهد معينه موجوده في السؤال، علامات معينه بتوجهك نحو الاجابه السليمه. تمام؟ طيب زي اقول حضرتك اصل ديت صعب ان انا اجيب امثله لكل الطلاب. لا انا مش عايزه مثال بس. تمام. اقصد ايه؟ يعني في مثلا يقول لك ايه؟ مرادفات لكلمات. فانت فاهم اقصد طب ايه؟ هقول لحضرتك حاجه. وفي حاجه هقول لسيادتك حاجه، يعني مثلا جه سؤال عن حاجه اسمها الفاعليه الجماعيه او الجماعيه. الفاعليه الجماعيه ديت موجوده في حاجه خاصه بالفاعليه، كلمه جماعيه موجوده في المنهج كله خاصه بالفاعليه فقط. اروح انا اجيب له في الامتحان كلمه تقدير، كلمه امل، كلمه تفاؤل، كلمه فعاليه، يبقى انا اكون عارف كلمه جماعيه دي ملتصقه بكلمه ايه؟ فعاليه فقط. وخلي بس سيادتك الطالب في ميزه يا فندم في الامتحان بتاعه ايه؟ ان الوزاره موفره له حاجه اسمها كتيب المفاهيم. ايه كتيب المفاهيم؟ ان هو لو اي مفهوم مش حافظه ولا فاكره هيفتحه عادي جدا وهيشوف معناه و نصه. بس هنا الاسئله يا فندم بتقيس ايه؟ وانا بنبه النقطه دي لطلابي ولابنائي، بتقيس القدره على تطبيق المفهوم. يعني ايه تطبيق المفهوم؟ لو حضرتك شفت الاسئله يا فندم هتلاقي الاسئله يمكن يجيب لك مثال من ايام الجاهليه او مثال من الادب العربي والطالب يطبقه في علم النفس. فالطالب هنا مطلوب منه ان هو يطبق المفهوم. بمعنى مثال مثلا يا فندم، لو انا احنا عندنا مفهومين، مفهوم اسمه التفاؤل ومفهوم اسمه الامل. الامل معناه اللي انا ببذل جهد. يعني بتوقع الخير بعد بذل الجهد. التفاؤل معناه ان انا بتوقع الخير بس من غير ما ابذل جهد. طب هنا السؤال بيجي اتفضلي مع حضرتك علشان مهم ان احنا يعني بنحاول كده نفيد الطلبه ونفيد حضراتكم كده ازاي لما تمسك ورقه الامتحان يعني تستبعد الكلمات اللي ممكن انت تتصور ان هي دي الحل لكن هو مش ده الحل. الحل محتاج تركيز اكتر في مفردات، في المعاني، في مش فكره روح الكلمه ازاي تختار صح. وهل انت لما تشخبط ده بيخصم منك؟ هل انت لما بتغير هل وارد ان انت تختار اجابه؟ امتى تراجع وامتى تقلق؟ بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي دكتور تركي الشاوي. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. يعني طول السنين والتصريحات الرسميه تطلع تقول انه الامتحان في مستوى الطالب المتوسط. بالظبط. هل بالفعل الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط؟ بالفعل، واكد على كده تماما. هو الوزير وعد مع الوزير الدكتور رضا وعد السنه اللي فاتت والسنه دي ان الاسئله تكون 30% فيها طالب مستوى منخفض و40% متوسط و30% متفوق. معنى كده ان الطالب المتوسط هيجاوب على 70% من الاسئله على الاقل. بعد كده هيحسن من نفسه فيما بعد في الاسئله 30% متبقيين للطالب المتفوق. لازم الاسئله تميز بين هؤلاء الطلاب. ما ينفعش انا اجيب امتحان سهل جدا وده وهم عند بعض هؤلاء الامور. طبعا.
لان طبعا الطالب يخش يقفل الامتحان. لو الامتحان كله جه سهل يا فندم يبقى الامتحان ده من الناحيه التربويه التقويميه امتحان سيء. طيب بالظبط. الاسئله المقاليه تنصح الطلبه فيها بايه؟ الاسئله المقاليه انا شايف ان هي فرصه الطالب فيها جميله جدا ان هو يجيب فيها درجات كويسه. الاسئله المقاليه اهم حاجه في الطالب ان هو يركز على السؤال، ايه المطلوب في السؤال، السؤال بينتمي الى اي مكان في المنهج، ان هو يجاوب على قد المساحه المتاحه ليه في الاجابه، يركز على الافكار الرئيسيه، يركز على الخطوات. خلي بال حضرتك لو حتى في مواد مثلا زي الرياضه او الكيمياء او كذا جاله سؤال مثلا مقالي وكان ليه اجابه معينه، الطالب هيحاسب على الخطوات او العمليات اللي مر بيها حتى لو الناتج غلط، وهياخد الدرجه بتاعته درجه كامله. فهي دي كامله؟ كامله يا فندم. اه لو عمل خطوات صح والنتيجه حتى لو نصح بينقص حاجه بسيطه، بس هي عليها درجتين فقط يا فندم، النتيجه النهائيه. اه فهي يا فندم هنا العمليات او الخطوات هي الاهم في سؤال المقال. وان شاء الله يعني ما فيش مشكله، بس انا بنصح ابنائنا الطلاب حاليا يا فندم ان هو يلجا للمنصات التعليميه اللي هي اتاحتها الوزاره. في منصه اسمها منصه امتحانات مصر، هايله جدا. الطالب لما يجي يجاوب عليها، وانا برجو من الطلاب يعملوا حاجه ديت، ان هو لما يحل اي سؤال صح اللي هو اختيار متعدد ما يكتفيش ان هو يختار الاجابه، لا يفكر بينه وبين نفسه، ليه الاجابه دي صح وليه كل اجابه غلط؟ عشان الاسئله دي بيبقى في الغالب جاي على نفس النمط بتاعها في امتحان اخر السنه. نفس الفكره. نفس الفكره فعلا. نفس الاسئله لكن لا نفس الفكره طبعا. نفس الفكره. بالتاكيد طبعا. طيب امتى تقول للطالب لازم تراجع؟ مبدئيا هو لازم يراجع اجاباته ولا مش شرط؟ لا لازم يا فندم، المراجعه دي حاجه اصيله جدا من امتحان، ما حدش يسلم الورقه غير لما يراجع السؤال او الامتحان مره او اتنين. انت عندك 3 ساعات او ساعتين على حسب وقت الامتحان، ايه اللي يخليك تطلع بدري؟ هتطلع تعمل ايه؟ خليك لاخر الوقت بص على الاجابه مره واتنين وتلاته، يمكن تجي لك فكره في نهايه الامتحان تغير فيها السؤال او الاجابه بتاعتك وتجيب درجه اعلى. ما يغير السؤال، يغير اجابه السؤال لو فهمي. هو بيراجع وحس ان هو عايز يجود في اجابه سؤال، يشطب يعمل علامه اكس يا فندم ويظل الدايره بتاعه السؤال اجابه صحيحه، ما فيش اي مشكله. لا يعني هو لو شطب هيلاقوا الاجابه الثانيه فبالتالي هياخدوا الجديد ولا بالزبط. لا ولو ما شطبش هنا لو طالب اختار اجابتين بتتحسب له غلط صفر، حتى لو مقاليه. هنا المقالية دي وضع تاني يا فندم. المقالية اقصد لو هو جاوب على سؤال وبعد ما راجع حس ان هو لا ممكن يجود زي ما بنقول يعني وكمل اجابته عليه، هل تتلغي الاجابة الاولانية؟ هو في السنين اللي فاتت كانوا بياخدوا الاجابة الاصح في المقالية. يعني هيشوفوا ايه اللي في مصلحته. بالظبط كده، ايه اللي في مصلحته. طيب نقول للطالب ما تعملش ايه عشان ده ما يقللش منك درجات؟ ما يعملش ايه عشان ما يقللش منك درجات؟ يحاول بقدر الامكان زي ما هو التعليمات اللي احنا قلناها بس بشكل اخر، ان هو يا فندم ما يتسرعش في الاجابه، ما يختارش اي اجابه بتظهر ليه في اول وهله يبص فيها للسؤال، ما يبداش بالاسئله الصعبه في الاول عشان يكون تنهك وتستنفذ منه الوقت بتاعه، يحاول يجاوب على الاسئله السهله في الاول عشان الاسئله سهله، كل ما يجاوب عليها بتزيد دافعيته للاجابه وبتزيد ثقته بنفسه. لا ما تبصش لزمالك اللي حواليك، حتى لو زمالك بيقولوا اي اجابات قد تكون اجاباتهم خطا، خليك في نفسك وخليك في ورقتك وركز كويس جدا وان شاء الله هتصل لاجابات صحيحه، وسواء عامه سنه عاديه وبل اقل من العاديه ان شاء الله. لسه ده كان في اخبار بيقولوا ان هو النظام وارد نظام الثانويه العامه انه يتغير. ما هيتغير ان شاء الله، ما في مشروع جديد ان شاء الله بيدرسوه خلال 3 سنين هيطبق من جديد يا فندم. قول لنا بعد ملامحه كده قبل ما نختم. هو دلوقتي مشروع جديد طبعا هيطبق على الطلاب اللي هم في الصف السادس حاليا، اللي هي منظومه جديده في التعليم، وهيخشوا اولى ثانوي كمان 3 سنوات. النظام ده هيبقى اسمه نظام المسارات، في مسار العلوم الطبيعيه والعلوم الهندسيه والعلوم الانسانيه والادبيه. هيبقى فيه هندخل الحوسبه وبرمجيات، فيه هنهتم بالعلوم اللي هي العلوم اللي هي العلميه، هنربطه بين مناهج مطوره فيما قبل مرحله ثانويه والمناهج المطوره في مرحله الجامعيه. هيبقى تعليم يعني يؤدي وظيفيا الى تاهيل الطالب لسوق العمل فيما بعد ان شاء الله. لا ده النظام، انا بتكلم على نظام امتحانات الثانويه العامه. هو نظام هو الى الان ما فيش اي تغيير يا فندم. نظام امتحانات يعني حتى فكره الفرصه الواحده. لا هو في النظام الجديد من المشروع ده يا فندم هيبقى فيه اكتر من فرصه على فكره. هيدي اكتر من فرصه. هيبقى فيه اكتر زي من فرصه. زي زمان ولا في تطوير على الفكره؟ هو والله لسه الوزاره طرحت افكار عامه، لكن تفاصيل كيفيه تطبيق هذه الافكار لسه لم تطرح. بعد الحوار المجتمعي هنصل الى كيفيه تطبيق هذه الافكار. حضرتك في الحوار المجتمعي. ان شاء الله. فبتتم مناقشه كل هذه المحاور. بالظبط يا فندم. اشكرك دكتور تامر شوقي. اشكرك. شكرا فندم. بوجودك. بشكر حضراتكم. وانت
حاول بقدر الامكان تقلل نسبه التوتر عندك، وحاولي بقدر الامكان والبيت كله يحاول بقدر الامكان انه يقلل. انا مش بقول يلغي، صعب انك تلغي توتر لطالب مصيره مرتبط بامتحان هينزل تاني يوم يحل، هيبقى هيوديه فين وهيجيبه منين، لكن ازاي نقلل نسبه التوتر في البيت لاولادنا ولينا. الطالب ابنك او بنتك لما هيلاقوكي او هيلاقوك انت كأب ان انت هادي، ده هينعكس عليهم بالهدوء. اما يلاقوكي متوتره وانت عصبي وعمال تقول له يلا خش ذاكر فلوس الدروس وحس بيا كلنا عارفين اللي بيحصل، يعني مش ما كلنا في نفس الحته يعني، فده هيوتره. انت خلاص عملت اللي عليك، جبت له اللي هو عاوزه، انت هيأتي له البيت عملتي له اللي هو عاوزه، انت ذاكرت وعملت اللي عليك، حط جواك انه انا استطيع، انا هنجح وهجيب درجات عاليه بقدر تعبك ما انت تعبت طول السنه. بتمنى لكم كلكم النجاح والتوفيق. اشوف حضراتكم بكره على خير، مع تحياتي عزه مصطفى والى